السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هفصل لكم النهاردة تفسير ورؤية اسم عبير في المنام. يدل اسم عبير في المنام على السمعة الطيبة والأثر الحسن، وربما يؤول على الصفات الشخصية الجميلة التي ينتصر شذاها بين الناس، وقد تدل على خبر سعيد وصار للرائي، وربما تؤول على مناسبة سعيدة قريبة، وربما تدل على تحقيق مراد الرائي، وربما تؤول على عودة المسافر ونشر عبقة في الأرجاء، وقد تدل على الرزق الحلال، وقد تدل على الشفاء والخير للرائي، وقد تؤول على النعم الكثيرة التي يتمتع بها الرائي، وقد تدل على الزوجة الصالحة، وربما تؤول على الذرية الصالحة، وقد تدل على انتهاء الأحزان والهموم. وأشار معجم المعاني على أن اسم عبير هو اسم علم مؤنث أصله عربي، معناه اختلاط الطيب مع الزعفران، إذا يؤدي هذا الخلط إلى الرائحة الطيبة المنعشة والمميزة والعطر الفواح الذي يدوم لفترة طويلة. ودي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير ورؤية اسم عبير في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم وتكونوا استفدتوا منها، وأتمنى كمان تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في حلقة قادمة من فسر حلمك مع ياسمين.